السلام عليكم، اشبارك؟ مرحبا بنا عندكم. هذا مولي كلاص، تبارك الله عليك. غادي تعرفنا بعدا بلي كلاص اللي عندكم هنا. شوفوا احنا جايبين لكم فواحد الكلاص اللي كاين واحد في وجده، ما كاينش جوج، اول مره في وجده. هو انا بكم الله يبارك فيك. هو انا نوريجي ديال هاد البلاص، هو كلاص ازياتيك مي بان نهار الاول في تايوان، مره دخل الشرق الاوسط عبر تركيا وتجا المغرب. صراحة كان في الغرب شوية كثير، ولكن في بورديو طالنا في الجهة الشرقية أول واحد هو اللي تخدم. تبارك الله عليكم أخويا. بالنسبة للكلاص كيفاش كيتخدم؟ كيتخدم بلي كوطون اللي كنتم كتشوفوا هنايا. بلي كوطون؟ بلي فروي. بلي فروي؟ بلي فروي تقريبا حتى هما إكزوتيك. أها. كما في البال النهار الأول. كيتخدموا بلي شوكولا، هادو شي فلوس في الكلاص. ويبان لي حتى لي برودوي ديال تي إكس أن عندكم هنا. كاينين حتى هما كنخدموا بهم. تبارك الله عليكم. وأنا عضوة في تي إكس أن. عندي ما يتسالكم، اختاريتوا البرودوي الصح كما كيقولوا، ما شاء الله عليكم. واخا سيدي ها حنا معاك، درنا اللقطات ديالك و لي برودوي اللي كيخدموا بهم اخوتي، ما شاء الله غير لي برودوي المعروفين. ها انتم تشوفوا، شوفوا نفسي انا ليش عملتها هنا، يعني غير براتيك مو هنا مع الدراري، حيت كان واحد الدراري قبلي سابو هنا معاهم، واحد كيتعلم مع واحد. اه داكشي انا خويا انا لا بلاصه انا يوم خاص بالبلاصه هذا اللي زوينه فيه هو انه لي زانغريديون باش كيتخدموا يعني باينين، ان شاء الله باش اللي كتخدموا بها ما فيهاش حتى فيها السكر، يعني تاكلوا ما كتحسش بالحلاوه ولا بها. كلشي باين وكلشي بنين، يعني لا ماتيغ بخوميير زوينة، ماشي داكشي كولا اللي ناقصة في لاكاليتي. لا لا، هذا دابا كيبدا خلاص، حتى كيبدا يشد راسو عاد ما شاء الله. ماشي شي خدمة هذا بالنسبه للكاس ديال لي كلاص، الثمن ديالو صراحه الثمن ديالو داير حاليا 25 درهم. 25 درهم راه من قبل هو يقلب، راكو فاهمين، راني قطعت انايا، راه ما خليتش التصوير كامل، يعني باش يوجد لك واحد الكاس ديال لي كلاص راه كيجلس تقريبا واحد 5 دقائق. تقريبا كيكون فيها داير 20 درهم. كلش واش اختاروا لي زانغريديو اللي كيتميكساو على باس ثاني، يقدر يزيد يكبر. كل ما زاد لي زانغريديو كل ما زاد صافي. تبارك الله عليك. ايوا هنا بدا الهاوس، فهمتوا؟ ها انتم يا خوتي كيمشيو بحال شكل سيجار ديال لي كلاص، ما شاء الله. بالنسبه للوليدات راه مختاروا هذا ديال الشوكولا، كاين عندهم هنايا هذا التزيين كيكون صوب شوكولا كراميل نوتيلا لا هو فريز هذيك نوتيلا شوف فيها ما فيها حتى اي لوباس نوتيلا يعني خام بريم. بارك الله عليكم. هو هذا كيكون السيجار ديالو كما راكم تشوفوا. وهذا كيكون على حسب لو شوا ديال الكليون اللي طلبوه هو اللي غيديروا. انا كاع لي صوص اللي بان لي هنايا و لي صوص نتوما تختاروا شنو بغيتوا. عندكم باج انستغرام؟ كاين. بارطاجيوها مع المتابعين ديالنا ان شاء الله. فاش انستغرام تكتبوا توب رولز، توب رولز 48، توب رولز 48، لا صح 48 غادي يخرج لكم باج ديالنا، راه فيها دي فيديو ديجا مسبونسوريزيون غادي تشوفوا غادي كيدير بزاف هنا. توب رولز
140. انا غادي دير لي ديال المونغ واناناس. صافي شكرا لك. شوفوا درنا المونغ ودار الاناناس ما شاء الله. أنا صليت فيها نغيروهم شوية. نخليو هكا يمكن باش يبقى لوغو ديالو. هكا باش تدخل البون تاعو. شكرا. الله يخليك شكرا. مرحبا. المذاق كان رائع تبارك الله عليك. هذاك ديال الشوكولا ننصح كاع المتابعين ديالنا ياكلوا الشوكولا صراحه خطير ما شاء الله. دقت مع الوليدات المونغ اناناس هو زوين. بغيت نسولك على ليفريزون. ليفريزون تقريبا توصلوا للناس اللي عيطوا لكم. غادي ناخذ عليكم لاكارت فيزيت نبارطاجيها مع المتابعين ديالنا. خو باردين حتى يوصلوا. ما نقولوش الشيطان ديالو كيحافظ على الفاتوره. داكور تبارك الله عليك. تبارك الله عليكم اسيدي. بالنسبه للوكاليزاسيون توب رولز هنا حنا في شارع النخيل هنا في اتجاه المسجد القدس وهنا كاين سياش وهنايا الشارع في الكروازمون فروج من بواحد 200 متر نلقاو توب رولز. مرحبا بكم تشجيعاتكم لايكاتكم بارطاج.